بني إلى الجهاد وكبروا الله الله هليل بأرضنا يستنسروا يستنسروا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله هليل بأرضنا يستنسروا لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا أنا لا أخاف من القتال عليكم إني أخاف عليكم أن تقهروا أنا لا أخاف من القتال عليكم إني أخاف عليكم أن تقهروا فتزلزل الأقدام بعد ثباتها ويغيب صوت هادر ومزمجر إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله دليل بأرضنا يستنسروا يستنسروا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله دليل بأرضنا يستنسروا لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا أنا لا أخاف. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم الشباب؟ أخباركم طيبين مبسوطين؟ المهم رجعنا في ذي السلسلة الجديدة اللي وعدتكم بها، قلت اني راح انزلها اللي هي سلسلة تختيم الشعب العرب او يعني ايه الشعب العرب اي تختيم العرب راح تكون بالعربية. المهم مثل ما تشوفون هنا في عدة مودات يعني، لكن المود هذا حلو بس فيه اغلاط واجد، انا بعد ما شفته فيه اغلاط كثيرة. اول شيء انه الاسلام والبلاوي هذه كانت قبل الاسلام يعني في عهد هارون الرشيد، يعني ما تشوفون هنا هارون الرشيد، وهارون الرشيد حطيناه 395 قبل الهجرة. في حاجات واجد بس انا احسن من ذي. المهم نبدأ ونشوف الوحدات اللي فيها ان شاء الله، بس انها تكون قوية وتكون زانة عشان نقدر نختم فيها، بس كذا ولا كذا راح اختم فيها يعني بإذن الله بإذن الله يمشي الوضع السليم. الزبدة في البداية الظاهر في يثرب او في جنوب المملكة ما ندري، بس بنشوف شوف وش سالفته. لكن الزبدة ما فيها اني بيحتل الجزيرة بأي طريقة كانت، يعني بوحد العرب، هذا بيكون عنوان الحلقة اللي هو توحيد العرب. ان شاء الله يزبط الوضع عندي وما الخبط واسلي حاجة غبية. فكلكم تعرفون اني وقفت الساسانيد تختيم الساسانيد عشان السلسلة هذه، قلت ما دام ان في سلسلة عرب ليه اروح تعب نفسي وانزل تختيم شعب اعرفهم ولا يعرفوني ولا هم مني اصلا، ماني بفتخر خراب ذي، قلت خليني انزل عرب افضل واحسن ولها جمهور، اغلب الجمهور يحبون العرب وجمهوره من العرب لا شعب عربي. الزبدة المود هذا في تقريبا في مودات عربية توها نازلة، لكن هذا افضل مود راح انزل حلقة ان شاء الله عنها. باقي المودات فاشلة ما هي زانة، جربت انا واستخدمت فيها تقريبا المود هذا وثلاث مودات، مودات عربية في تقريبا الشعب هذا، وفي ناس في مود نفس في الجزيرة بس اسمه Arabic Kingdom يعني مود فاشل، بنزل عن حلقة ان شاء الله عن كلها عن طريقة المودات وش افضل شعب تقدرون تختمون فيه وتشوفونه. يا
يلا يا باشا، يلا يلا دري ساعة هنا. طيب بسم الله نبدأ من ما نشوف هنا. خلينا نشوف الخريطة أول شيء، بس ما عندي إلا هذه وهذه وهذا الأكسيوم، هذه النبطية، هذه روما. وروما بتقدم هنا نفس ما طيب. هذه الفرس الزبدة، أنا بحاول أغدر بالفرس على كل حال من الأحوال. أول شيء الدخل عندي مرة سيء يا رجل، والله مرة سيء. لازم واحد الجزيرة، لازم أخذ هذه اللي هنا، لازم أخذ هذه، هذه فيها بهارات، فيها مرة دخل حلو. ولازم أخذ هذه بعد عشان أقدر أطلع جيوش. الزبدة أشوف من اللي ضدي ومن اللي ما هو ضدي وش وضع. أما عاد حربنا وياهم يا لبيه، وهذول حربنا وياهم بعد. شوف ضالة، لا ضالة وضعنا في السليم، سوي معهم تجارة. والله جت كم هنا يا مهنا على ما أتمنى. هذا يبي تجارة، لا جونوار أجنست ويش، لا هذا يبينا ندخل حرب مع، ما أدري مش كنا ما هو داخل حرب مع أحد، لكن بس يبي يزرف أم الفلوس. قال الله لا يبارك فيك يا غبي. الزبدة جت كم هنا على ما أتمنى، بحاول أقدر بضالة بأي طريقة إن كانت. أول شيء شوف الجيوش عندي كيف شكل، مرة أبو كلب يا رجل. وش هذا، ما عندي خيالة، ما عندي، بس حلو حلو، عندي وحدات زيادة يعني ما يحتاج أطلع. الزبدة نشوف وش نقدر نطور فيها. هذه وش تعطينا بضالة ثلاث شيت، مدينة أطور. هذه بكم، هذه مدينة أطلع وحدات، هذه مديني نشوف هنا. الزبدة هنا، هنا وهنا 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 وهنا، ما يمديني اسوي شيء. انا نطور اول شيء شجرة الدخل عشان يجينا دخل زيادة، بعدين نبدا. الزبدة بحاول اطلع لي جيش، عندي رماح، عندي سيارة، عندي البعارين ذي، حلو رمات اسهم بعد، والله ما يبشان. الزبدة نبي لنا هذول اللي معهم السيوف. أو 20 من 20، حلو حلو حلو، وضعنا في السليم. أبي طلع لي جيش ثاني، بس مش كدخل عندي مرة زفت. بس نشوف هذا وش اللي هذا، حلو يلا الله يستر من الدخل. أحس الدخل هو اللي بيعقدني، أظل عندي خيالة وعندي بعارين وعندي الزبدة. حلو حلو، نشوف هذي. اوه الدخل عندي ما ادري، احس راح فيه الفود، رايح في خرايطها صدق. طيب ليش ما اقدر اطلع يعني وحدات زيادة، ما عاد في فلوس؟ طيب انا عندي 4000 يا شيخ. المهم بحاول اسوي تجارة مع اللي اقدر عليه، نشوف ضالة بيني وبينهم تجارة. ايه بيني وبينهم تجارة، حلو ضالة. طيب ضالة والله محتاج يسوي تجارة مع الناس، خصوصا ذا الغبي. مش كذا ما عنده تجارة، لكن بعطيه ميلتري لاينز وبشوف. رفض، نشوف وش بعد يمدينا. هذولا ايش، هذولا ايران الفرس. كانسلت بيني وبينهم تجارة، حلو. لكن اشوف هذه تبعهم، لا تجارة حلو، ما هي تبعهم دي، هذه ما هي تبعهم. يا سلام سلم، هذا ما تبعهم. شوف ضاله بعد، اي هذا اللي تبع الزبده. نبي اهجم على ضرب، بس سبي لي تورن على بال ما تخلص الوحدات. سوي تورن وننتظر شوي، خلنا نوحد الجزيره العربيه. يبي لي بحريه بعد، يبي لي جيش بحري بعد. شلون بس المنطقه ذي خبر، انا اول ما لعبت بس سنيد مرة فاشل يعني، ما استفدت منها. سويت لي جيشين هنا وتورطت يعني، خلت لا اقدر اطلعهم لاوروبا ولا الدول دي. يمكن اطلع لي بس واحد احتمال، او يمكن اطلع اثنين اخليهم وباقي جيوش اسحبها الشمال. بس بنشوف ان شاء الله، نفكر ونشوف، نشوف وش الافضل. اهم شيء انه نبي نوحد الجزيرة في الحلقة هذه، وننتظر نشوف. يلا خلص التور، خلص التور، بيجي السنة على بال ما يخلص التور.
حلو ممتاز، لكن الدخل مرة يعني سيء يا رجل، 5000 عندي. طيب شوف يا باشا، شوف ضالع اوه شو تضل، عندهم مجاعة يا رجل، عندهم فقر. شو هيدا يا الله، هذا بيعطينا، لا هذا بيعطينا، هذا بيعطينا فرسان يا اخي، ما في تجارة منا ولا منا، الوضع مزري هنا. الزبدة اني باخذ، لازم اخذ شيء عشان بيلهم تورن طالع على بال ما اوصلهم، شكلي بسوي تورن بسرعة. خليني اسوي تورن عشان اخلصون عاد مشيهم انا. بحاول اسوي لي كم تورن لين ما يصير عندي دخل واجد، كذا ماني ما اقدر اسوي شيء صراحة، صراحة يعني ما اقدر اسوي شيء، ذا الفلوس عندي شوي مرة وضع سيء. ننتظر نشوف. حبيبي توني بعد يعني تسوي تورن وش بتسوي يعني، لا حد بيهجم علي ولا حد بيسوي شيء. لعب زي صد كذا التورنات، انا ادري كيف اسرع التورن الغبي ذا. اكتبوا لي تحت في طريقة تسرع التورن ذا، او هذا التورن قولي تورنت، شو تورنت تورن. سسنيد وصلت 120 تورن الظاهر، قدرت اخذ 80% من العالم. بس ضالة هذي بي ميلتري اكسس. الزبدة اني ببطش بدا بطش بنت كلب، بس ما ادري متى يعني، لازم اوحد دولي. ببطش بنت كلب وداخل حرب مع النبطية، حلوة هاجل بدخل مع النبطية وشبه بيبي 400. والله يا صاحبي اسمح لي فكنا من الفلوس، شي بيه فلوس توني بادي مطفر ما معي شيء. تعال بعدين، تعال بعدين، انا ناقص بعد يجيني دائما. طيب وش هنا الدخل 9000 عندي، 3000 والله نقص شوي، يمكن عشان الجيش. المهم ما همنا، حرك يا باشا حرك هنا، نشوف صاحبنا ذا وش سوى على عنده السيارة. والله واجد يعطيهم ايه، هذا ربع خليهم يمسحون المناطق ذي، خليه يمسح المنطقة ذي. الزبدة ما علانا، نعطيه الداعسة الثانية. بحاول اقرب بأي طريقة ممكنة ما دام من وضعنا في السليم يعني، ما دام ما بينهم، لكن والله جيشهم شوي انه قاعد. لا ابو كلب، مره ابو كلب. هذا خلاص نمشي هذا معلم، يلا وننتظر، يلا تور. احس هذا وش يقول ده. ما ادري شو هذا صراحه، راحت بس عينت لي سويت لي شيء انا، ما ان شاء الله نزبط. هذا يقول لهم، هذا يقول لك زيادة 5% وزيادة 5. حلو يلا هذا لك يا باشا، سوي تر. اظني سعادة فلوس اللي اعطيتهم قبل شوية الظاهر. يلا هذا دينهم الاسلام. اوه فيه شاطئ هنا اسمينا، نسيت اطول اشوف شو وضع هذا المينا، او طلع لي بحرية صح، انا غبي. زفار يا اخي، زفار هذه وين هي؟ في اليمن، بس وين زفار في اليمن؟ اول مره اسمع. يثرب، عدن، هذه اسمها عدن، ودا يمون، ودو يمون، ودي يمون، ما ادري شكلها عدن. اي هذه عدن اصلا، او عدا مون، عدا يمون، ما ادري ايش الاسم قديم، اسم هذا قبل يدخل الاسلام، قبل بس ما ادري ايش جوه محشد اللي حط لها الرشيد قبل الاسلام، حاط الديانة الاسلام. لكن مود حلو صراحة، والله صراحة ما اهضم حق الرجال، لكن مود حلو ومشكور. ما ادري هو عربي او اجنبي اللي مصمم، لكن الاجانب بعد يحبون المودات العربية كذا، يسمونها ديزرت فورس، دائما اغلبهم يلعبون فيها. لو تلاحظون تناس واجد يسألون منها، يمكن نصهم بعد يكره الشيء ذا بعد.
الزبدة بحاول أبطش بالغبي ذا اللي في عمان. ناخذ عمان نشوف نشوف الدخل لأنك حسه ينقص كل شوي. شوف جو نضالة ربعنا عندهم نضالة عندهم مرة مجاعة يا ولد بيموتون والله بيموتون. ما هو همنا نشوف المز ذا وين بيصل. التورن جايب بإذن الله يمدينا نفطش فيه الأرض يمدينا نهجم عليه. التورن جاي شوف عليها أسوار. لا ما عليها أسوار. راح ألعب الجيم هذا بإذن الله راح ألعب أشوف هذه الجيوش العربية كيف إيش وضعهم. شوف ضال بعد الزبدة أخويانا ضال خلصوا ما أدري ما أدري ما أدري بقال التورنين بس يزبط والله. يلا سوي تورن هذا سميه التورناد حلقة التورناد. بس نشوف شوف 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 خلني اشوف القوات هذا اللي عندي كيف كيف حلوين او ما هم حلوين ولا وش جوهم. شكل جوهم حشيش ظن. مثل ما قلت لكم ان الشعوب تقريبا فيه ثلاث مودات. ثلاث مودات فيها في مود اللي هو مود الشعب هذا اللي هو هارون الرشيد. في مود اللي هو عربيك كينجدوم مثل ما قلتكم راح انزل عنها ان شاء الله حلقة اشرحها واقول لكم وش افضل شعب تختمون فيه. وفي مود لا ما هي في الجزيرة بس الشعوب اللي هي في افريقيا الشعوب العربية الافريقية مثلا عندك النبطية مصر على ليبيا على المغرب على الاندلس. بعد الاندلس فيه شعب هنا هذه شعوب بالحال ما ادري عنها بنشوف بنشوف. انا قد جربتها كذا لكن ما راح احرق الفيلم هذا. هذا ميلتري اكسس تبطي عظم هذا يبي يشوف جيوش عندي باي طريق. احب الاستطلاع الغبي ذا. هذا رجع شكله فاهم الوضع وهذا بعد فقع وشكله بيدز للمينا حقي تصدق الوسخ. الله ما ادري منهمنا هم ناويين على حرب بس كيف ما ادري. بحاول اطلع لي الحين بحريه حاول اطلع لي بحريه ونشوف. بس ما اغنياء المدينه فاضيه حقتهم الحين ما في احد. وش يقول لك وش يقول وش يقول. اوه في مرض في مرض جالس يصير تعفن وبلاوي جالسه تصير يا ولد عند ضاله. لازم انا شوف شو وضع هذا وش يقول له. مش كما في شيء نسويه عندهم يعني كله ابو كلب يا اخي. الله وضع مزري يعني ما الا الحاجه هذه اللي اقدر اسويها لهم. يلا سويها يا معلم. شوف ضاله وضعهم سليم يعني. التور هذا خلص والله بسرعة خلص بعد. يلا يا باشا نشوف ضالة هذول كم وش عندهم. بس واحد اما عاد عادي رجال فداء. المهم خلي ندخل على ضالة. يلا روح يا باشا. شوف ثاني مرة ما يتوهقون على انا. الزبدة كم عندهم 400 والله 400 وايد. الزبدة راح العب يعني عشان ننبسط. بس هو شكله اللي زين المود انها قال لك ايش خلني احط. هو اصلا انت يوم تختم بالسسنيد هذا لا تبع السسنيد يعني ولا تبع السسنيد اللي هو عمان وهذه الشرقية شرق الجزيرة. لكن اللي صمم المود سوى حاجة حلوة قال لك لا ما راح نحطه مع السس عشان ما ندخل العرب لو انهم ضعيفين في البداية. دخلناهم حرب مع السسنيد كارثة يعني ما في علاقات ما في تجارة وبيمسحونه بس. قال لك ايش خلني امسح اقطع احطهم كذا يعني بينهم حرب مع بعض وما يصيرون تبع السسنيد يعني عشان يمديك انت اللي تلعب المود توحد الجزيرة وشي طيب. هذا اللي انا بسويه يعني. هذه حركة حلوة اول مرة شفتها بس انها مرة حلوة يعني من صالحنا او من صالح اي واحد يلعب تختيمة عشان اقدر اركز اسوي له جيش اضبط وضعه بعدين يبدا يتوسع.
خصوصا على السنيد انا مركز عليهم، انا شكلي بتوسع من عندهم اول شيء من البدايه، باخذ كذا شمال الجزيره ببدا مسحهم لانهم قويين وعندهم تجاره، يعني عندك اصفهان عندك خبر لهم لعبت فيهم عندهم تجاره بلها بليرج والله انطيني عندنا طير مدخل، بس يبيلي طلع لي زبط وضعي اول شيء مبدئيا مطور، وباخذ لي كم تورن بعد كذا خلف الكواليس، يعني ما راح اهاجم لكن تورنات كذا تطوير عشان كل ما جيت ختم يصير الدخل عندي عالي نفس ما تشوفون بالسسنيد، الدخل مره وصلت 600,000 والدخل وصل 40,000 عندي ذيك المره، لاني كذا كل ما زبط لي حلقه اروح اطور مباني اجلس اطور 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 واسوي لي تورن تورنين ثلاثه كذا، بعدين يرتفع الدخل عندي ولا تطير صدق. لكن اذا الواحد بيجلس كذا مثلا، هذه ما في احد ما في الا حامي بسيط، لكن اذا الواحد يجلس مثلا على طول يدعس يدعس ياخذ مدن بيخسر على طول اكيد بلا شك. الزبده هذول وشهم؟ الله الرماح وين هذا؟ وين يا شيخ؟ وين هذا؟ ما يطلع عندي دقيقة بس، وين البطاقات حقت الجنود؟ ما تطلع. سلامات يا ابوي. ايش جو هذا الشات؟ والله ماني اي كذا طلعت. اي اخيرا طلعت كذا. زبدة حلوة حلوة الحاجات ذي اللي هم مسوينها. انا اشوف ضالة، ايه ضالة كلهم اجمعهم هنا يا معلم. لا لا اجمعهم هنا راح ندخلهم. وين نوك بعيد هنا. حطهم كذا. هذا القائد بنحطه في ال هم ما في احد يعني بالعربي ما في احد من الجيوش. اوه هذول اوه في سفينة، هذه السفينة حقتهم. المهم ما علانا يعني، هذول رماح جيب هذول كذا راح الف على ضالة. المزز اللي هنا جيبهم هنا، في خيالة هنا جيبهم هنا كذا. ما ادري وش ضالة ما يبون ينزلون الحين ولا ايش؟ كانهم يضربون اسهم. اه عيال الكلب جالسين في السفينه يضربون اسهم. شف 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 يلا وسخي. الزبده خلي ضاله يشتبكون مع ضاله وضاله يا معلم كذا يجون هنا عشان نقدر نلف عليهم. هذول خذناهم يروحون هنا يروحون كذا ولا هذول وش جوهم ضاله. طيب الرماح ما ادري عنه ما يمديهم يضربوا الاغبياء ضاله بس بنشوف. انا نروح شويه هنا ضاله واجد والله. هذول ما لهم امل ينزلون بس اعطيتهم يضربون عليهم. المزز هذا خليهم يروحون مع ضالة. الحلوين ضالة نجيبهم كذا. ضالة بخليهم يروحون هنا. الرماح ضالة، ضالة لعبوا في الجنود عندي يا شيخ. لكن حلو قويين. أرسلت لهم الرماح ضالة يتفاهمون معه. جفالين مان حال ما يمسحون فيهم الارض الحين. الزبدة هذا سويت مخطة حلوة. بخلي ضلا يدخلون عليهم لكن واضح انه عيال الكلب. بخليهم يلفون عليهم. فهمتوا كيف؟
لا لا خلهم يروحونها من هنا. لا لا تعال تعال من هنا يا باشا. تعال إذا قدروا يجون من هنا يمدينا ندعس والديهم. يا رجال شوي وين مضيع وقتي أنا عليهم. رش عليهم بس يلا يلا اهجم اهجم. ظلم سحوا والديهم الرافائيل مان أو جافلين مان. سحوا أهلهم يا شيخ. ثاني مرة ما عاد تجون غدا يا وصخيل. أبو دلح يا سلوقي. شوف الرماح كيف. أوه أوه أوه. شوف الرماح عندنا كيف. السفينة تخترق السفينة. شوف شوف كيف. والله رحمتهم يا رجل. وش هذا يا رجل. يلا الله ثاني مرة ما عاد تسوون حرب معنا. الزبدة نجحت خطتي هنا. المزز ضارب خليهم يجون هنا بعد. يقدمون يلفون عليهم صح. خلاص امسحوا. خلاص فزنا فزنا. ظل راحوا في اظن. ظل هربوا. اهرب يا معلم اهرب. هربوا خلاص. هذول فازوا بعد. بس بخلي ضاله يمسحون ضاله. ما دام انهم جاهم الدلوخ. على وين رايح؟ وراه حبه لا يروح. لا يروح. خلاص راح فيها. هذول ما لهم ابد انهم يموتون. في الاخير خربوها قالوا ايش كملت الاسهم ظني عندهم. قالوا خلنا ننزل. والله ظالم دمجين بعد يا ولد ناش. الحين شكلهم بيحاربون بسيوف. ايه بسيوف. هذول وش عندهم ما يضربون. اضرب عليه كملت الاسهم عنده. لا ضرب عليهم. شوف 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 كيف. انت فيه يا شيخ. انت فيه نت بدري. والله نتفو فيه ونتف يا ولد. بس الان مرة فاشل معفنة يا رجال. خلاص انهزموا. حلو خليهم يطاردون وراهم. الزبدة فزنا هذا. خلاص يلا يلا خلص الغبي هذا. هذا القائد حقهم. هذا الجنرال حقهم. مش عبيه الارض يا شيخ. يلا كلكم كلكم. لا حد يبقى لا حد يبقى لا حد يبقى لا حد يبقى. امسحوا فيه الارض. هذا وين راح البعارين اللي عندي؟ بالله وين راحوا؟ يلا فزنا. حلو يلا يلا. جيم حلو جيم حلو مرة حلو. خسرنا 200 وخسروا 400. مسحناهم تقريبا. مسح شبه كامل شبه كامل. حرام والله نسيت احفظ الريبلاي يا باشا. والله كنت ابي احفظه بس ما ادري ليش ما نسيت. كم مره الجفلين هذا الجفلين ما يا رجل مره سيئين يا اخي. شو الالوان الغبيه ذي؟ ادري وش اللي صمم المود هذا الغبي. الله ما كان في اصلا اصفر. ايش ذا هلا الحوج يا ولد. مرة لون ابو كلب صدق. حط ابيض يعني اقل شيء. اصفر. سلامات يا ابوي. ما ادري ايش جوهم ذا الاجانب. شكل اجنبي محشش ما يدري. يحسب له الصور هذا لون حلو عند العرب. الله على ام الخريط ذا اللي جالس يصير. قال لك اصفر قال. يعني بزبط لي وحدات كذا قوية. والله مع نفسك انت اللون الخايس ذا. اصفر عاد. انا مسكت معي على اصفر عاد.
يوم إذا جوه الخايس مخرف يا رجال حط لون أصفر. يلا خلص البات البعض ضيعنا وقت على الفاضي. كل ما كان الفيديو قصير كل ما كان أحسن. أعطيه يا معلم اديله الزبدة مسحناها مسكين. يلا يقول تصير ولاية تبعنا أو ادخلها واخذ لي ألف. شو الصراحة هذه مرة مهمة دي هذه عشان يبدخل على الفرس مرة مهمة يا ولد. كيف تصير تبعي لازم تصير ملك لي ما هي تبعي ملك لي. الزبدة نصلح المباني المتهدمة هنا. يلا ضربنا ضرباتنا حلو. هذا ما يمديني اطور فيه ليش ما ادري يا شيخ. وظالة كيف يثرب وش سواه ليثرب يثرب جات مجاعة يا ولد. كرت الاخضر اليابس عندهم. هذا يقول لك ريليجز زيادة في الاسلام بكاردر بيطيح الباب بكاردر. اخ منهم يا اخ ما في الا انتظر عشان ما اطور بس ضروري اني اطور هذا حتى طول ابوها يا شيخ فدا ما عاد بقى عندي فلوس بس يلا فدا اهم شيء عشان تنفتح لي مباني عشان اقدر اطور بس هذه الزبده يعني ما فيها. هذا بقى له تورنا وخلص الزبده. انا بمشيه لهنا بمشيه للمدينه هذه ابغى اخذها بحاول اسوي تجاره مع السنيد وبشوف شو وضعهم. مبسوطين مني يا رب يقبلون تجارة يا رب بين بينهم تجارة يا شيخ. طيب ضالة بسوي معهم تجارة يا رب. يا السلام عليك الله بطل. كأني شفت شعب هنا مبسوطين مني كأني شفتهم وينهم ايه مبار بين بينهم تجارة. طيب ضالة ما عندهم الا الضعاوي Let us use our time together. Our merchant. يعرف أصلت يا قطع بذا الوجه. تعرف على وش والله ما عندك شيء يا ولد. المهم بطلع لي جيش أنا بعد هنا. يبي لي جيش. ولي جيش هنا. لازم يكون عندي جيش هنا في المدينة دي. بس كيف ما كيف أطلع هنا ما أدري. بس شكلي بطلع جيش ثاني. في يثرب. وهذا بخليه يروح المنطقة ذيك خلاص الله دورك كذا ضربنا ضرباتنا يبينا تورنا الحين البرمان نخلص نعطي المزة ذا سكلات حرك تورنا يا باشا احتمال يزيد الدخل عندي احتمال يزيد لاني سويت تجارة مع الشعوب ضالة حقنا السسنيد وان شاء الله يضبط الوضع عندي بإذن الله. والله الجفلين مان هذول مرة روعة يا رجل. هذا إذا كان عندك جفلين مان في أي جيش فاعتبر أن جيش هذا قوي عندك لأنهم أقوى من الأسهم من جد أقوى من الأسهم. الأسهم خرا يا رجل ما هي قوية ما تقتل حتى لو تحط أي شيء تبطي تاخذ وقت. جفلين مان لا يا رجل رمح معه رمح متر في متر الله لا يلبدك فيه ضيع مستقبلك يا ولد. شو ذا رمح مسنن رقع في جبهتك مع عدد تلقى خير. هذه 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 ميزة عندي هذه ميزة عندي من غير الفرسان اللي عندي يعني غريبة. اللي يعرف ان الشعوب يعني اول ما تبدا ما يكون عندك فرسان ولا يكون عندك بس العرب ما شاء الله واجد واجد كلش متوفر. شيء طيب شيء طيب من وجيه طيبة. هذا ناوي يعرض هذا ما جاب على خير وعنده واحدة ثانية. الزبدة ينوم يمرمطون هذارة 1600 نلعبها العب ابوها يا شيخ 1600 جندي انا بتصير مجزرة يا رجل جد بتصير مجزرة يا بس كده احس بضيع وقتي في الفيديو ذا. اي والله بس يلا فدا فدا يا رجال اهم شيء تنبسطون بس ونشوف عاد الدعم ونشوف المشاهدات واللايكات والبلاوي اللي تجينا من الفيديو ذا. يا رب ان شاء الله تجينا بس دعم عشان نكمل السلسلة واحنا مبسوطين.
ان السلسله سويتها اول مش ولا بد يعني، ما ادري هو عشان الشعب، عشان اخذت شعب غبي او جاني لايكات، جاني خير ما قصرت، بس انه عاد ما هو المطلوب. ان شاء الله نعوض بالتختيم هذا، جبنا مشاهدات وحاجات حلوه، سوينا منتجات، زبطكم معنا ما تخافون. وراح اطولها، ما راح اخليها 15 حلقه عشان العرب، عشان انا اهوى التختيم ذا يعني، العب انا مبسوط. راح امددها بخليها تقريبا الى 30 حلقه وما فوق يا باشا، يعني راح العب على راحتي، راح العب على راحتي واظبط وضعي وامشي صح. السنة بس قمت اسرع واسرع وخليت الوقت طويل شوي، انا والله ما ابي الوقت طويل، بعد بحاول انقص في وقت الفيديو ذا، بس ما ادري ليش انا شطحت الحلقه ذي، جلست لعبت مرتين. بس هذا مغري، 1600 جندي مغري مغري، صير فيها جلد يا ولد. عندهم رماح تقريبا، هم نفس القوات اللي عندنا لانهم عرب في عمان، عندهم ابل، عندهم كتيبتين رمات اسهم، انا عندي كتيبتين رمات اسهم بس. تصدق فاتني الشيء ذا، المفروض اطلع احد السيوف ذا احط بدلهم جفلين او احط بدلهم رمات اسهم يا شيخ، والله فاتتني الشيء ذا. الزبدة ليش ما اخلي الجفلين على الخيول عندهم والابل بعدين، ما ادري يا شيخ، ما اعرفش يا باشا، ادري والله، بنشوف بنشوف داخلنا. اخي مره بطيء عندي يا ولد، والله حلزون يا ولد. يلا خلص يا شيخ، تزحر يا ولد على قولنا، تخلص ترى بالله باتل واحد يعني. شوف شو سوي الغبي ذا، ادري يمكن عشان المودات، المودات شوي ثقيلة، مرة ثقيلة بعد، ما هو شوي، مرة ثقيلة. لا حول ولا قوة الا بالله، هذا متى بيخلص هذا؟ مو بخلص الا فجر يا رجال، يلا يا باشا يلا يلا. شلي يا اخوي شلي، خلص. اي خلك كذا بسرعة. يبون يستردون الثار المساكين، انا بعد ما جلدتهم. يلا خلص، خربيت القرف ذا يا ولد، ملل والله ملل. بدري، المهم هم هناك، هم هناك وانا هنا، هم هناك وانا هنا. في سفن عندي ولا شيء؟ اه ظلام، وش ظلام قدم أغيان هنالنان المعليان هنالنان. الزبدة هذا لازم يجيبهم هنا يعني، بس ستة يا رجل، أما ستة لا لا طزهم خلهم يلون. بحط الرماح عند المداخل ما هو أحسن. حط الرماح عند مداخل
وعشر الخيالة بس، لأنهم مرة مرة تعقيد الخيالة، عقد الخيالة خصوصا الرماح. بس إن مشكلتهم منهم شوي يا أخي ما هم باي، بس إنه شيء طيب نحطه عند مداخل. الحين خلنا نزبطهم نحطهم في تقسيم حلو، حطهم كذا. هذول يعني عرشون في الخيال عرش، يجلدونهم جلد. هذول مرة ناقصين هذول. جد شوي يا اخي، هذا الوضع مزري. هذول حلوين هذول. الزبدة كذا وضعنا في السليم، في رماح هنا حلو، ناقصين بعد بحطهم هنا. بس لازم ادعم ضالة، احط عندهم هنا كتيبة قوية، حطن هنا بعد كتيبة. اهم شي نسدد المداخل وطز فيهم. نحط لنا هنا يا معلم، نحط لنا بعد هنا بعد وحدات، لان احتمال كبير يجي من هنا بعد. اذا ما جاوا طز فيهم، بدينا نعدل الوحدات دي على كيفنا. نحطهم كذا، هذا ما يحتاج كذا وضعهم سليم. الزبده نحط لنا هذول هنا، نحط بعد معهم واحده ثانيه. كذا وضعهم سليم. الجيف اليمان نحطهم في الخلف، نحطهم هنا في الخلف. وين الثانيين بعد؟ وين الثانيين؟ وين الثانيين؟ وين الثانيين؟ لا يا شيخ، وين الثانيين يا باشا؟ ايه ظلها صدت. الجيف اليمان بنحطهم هنا بعد كذا، وضعهم في السليم. وضعه بعد كذا، وضعهم في السلم. الحين نبدأ باتل. يلا الغاب يضاله، خله ينزل هنا بس. شوف شو وضع ضاله، وين بيجونا معه. طيب المشكلة أنا ضاله أكره ضاله، ضاله مرة قوية. وجا فليمان يا رجل، بس ان باذن الله باذن الله بحاول اني اتصرف، خصوصا وحدات السيوف هذه بحطها هنا. المفروض اني اطلعها بدري يا شيخ. المفروض اطلعهم بدري. حطهم كذا من ناحية الخيالة، ما ادري الخيالة بجيبهم. هذول بيجيب من هنا، فهمتوا؟ ايه بيجيب من هنا. دعم ضالة، يعطيهم تدعيم. الباقي المزز اللي هنا يا معلم جيبهم هنا، بحاول الففهم على الاسهم بطريقة اي طريقة كانت. جيف اليمان الرماح، الرماح ما دام انهم مدمجين جيبهم من ايه، جيبهم هنا. وجيب الجيف اليمان ضارة بعد هنا. ضارة تدعيم هنا. الزبدة شكله بجيب الخيالة ضلها من وراء، بيخلص الجنرال عندهم بأي طريقة كانت. المزز اللي هنا جيبهم هنا. لا لا رضا، ليش محركهم؟ ايه بحركهم يلفون عليهم كذا لف. الجهلين بخليهم يبدون ينتفون في ضالة. الزبدة الجيوش ضالة اللي عندي الفهم من هنا من الخلف. يلا 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 يا معلم يلا، حتى ضاله معهم. لا ضاله
بخلي ألفهم من هنا. وين الجفليين عيال الكلب؟ آه ظلهم حلو. الجفليين مال عيال الكلب. اضرب على بعض، اضرب عليهم، اضرب عليهم. والله سخين ضاله بعد. هم يضربون على ضاله. انا بلحن ضاله. طب انا بخليهم يمسحون ضاله من الخلف. جيب ضالة هنا وضالة. وديهم هناك. المزج ضالة وينهم؟ خلهم يمسحون ضالة. الخيالة. خيالة خلهم يمسحون عيال الكلب ضالة. لعبوا في الجنود عندي. هذول جالسين يقاومون حلو. حلو. الشباب اللي هنا جالسين. الله ساعطيه الدعس الثاني يا ولد. لازم نمسح الكلاب ضالة. حتى ضال الرماح بجيبهم هنا. ضالة بعد. هذول هربوا، بدأوا يهربون الدجاج. شوف الخيالة كيف يمسحون المسح الحين. طيب هذا بجيبه هنا يضربون ضالة. خليهم هنا عشان يجون مغادرة صح. هذول كلوا خرا احسهم كذا. والله ما زالوا قويين يعني ترى على فكرة. زبدة ضالة. تعال تعال هنا. ضالة ارمات الاسهم خلهم يضربون عليهم، يضربون عليهم ايش؟ اختراق. ايه نفس الشيء هذا بعد. خليه يجي هنا. هذا خليه يروح للاغبياء ضالة. انا بكذا ينضربون عليهم. شفتوا كيف انهزموا؟ خصوصا عشان رمات الاسهم وراهم لانهم يضربون كذا. شوف كيف يضربون عليهم. اختراق. شوف شوف كيف يبدون يموتون الحين. يعطيهم الامر انهم يضربون هذا قائد حقهم. بدوا ينتفونهم صح، بدوا ينهزمون ضاله. شفت كيف؟ عاد اذا جاهم من خلف يموتون. يموتون يا رجل كذا موت. ضالة خلهم يمسحون ضالة. احنا نحاصرهم صح. شفتوا كيف؟ الاسهم وش سووا فيهم؟ احنا سكرنا عليهم الحين صح. اهرب. اهرب خلاص. هذا اوديه هنا نجيبهم غدرة. الكلاب ضالة يموتون. المزج ضالة وش سووا؟ تعالوا هنا.
من جد هذول مره اقوياء يا رجل، يعني سريعين تقدر تتحكم فيهم وتناور فيهم بسرعه. شوفوا كيف ينتفون ضال الحين، شوفوا بس كيف ينتفون، مثلا بدوا ينهزمون ضال. شوف شوف الرماح كيف، شوف كيف شوف كيف شوف كيف هذا. ما ادري ايش جاهم هربانين، ومع ذلك مسوين زحمة. انا شوف كذا كيف، اوه جالسين يقومون، اوه الوسخين صدق. اديله يا معلم الزبدة ضلع اكل وخرع هنا خلاص. خلاص سوزر ما عاد بقى الله، خلاص خلاص خلاص. المزز ضلع تعالوا هنا بعد يسكروا عليهم كذا، تعالوا كذا حجروا لهم لا يروحون. حتى ظل معكم بعد. خلاص مات يا معلم، مات. فزنا والله، فزنا يا عيال. بقى شيء منهم ولا انا غلطان؟ يلا شيلوهم يا رجل. قاموا ينتفونهم نتف. اهرب اهرب، هذول اسرع. شفتوا كيف اسرع؟ عاد الجمال عندي مدرع يا رجل والله. طاح طاح بعيد، داخلين بينهم. شفت كيف الاغبياء مسكرين عليهم حجرين عشان ما يهربون. المهم خلصوهم عاد كذا كذا، خلصوهم كلكم كلهم، احشروهم لا يروحون. احشروهم لا يروحون. لا يروحون. الله مساكين. الجنرال عندنا يقول لك اوه في سفينة لهم عيال الكلب. انا كنت داري. عندهم سفينة عشان كذا. هذا الغبي هذا اللي معقدنا الوسخ، ابوك على ابو سلح يا الوسخ. عشان كذا هذا اللي معقدنا، ما خلانا يعني ننهي الجيم بسرعة. الله يقرف اهلك يا شيخ، اعطيها تسريع. نخلص الباتل بسرعة، فزنا والله. ما ادري ايش الزر هذا، بس شو الزر هذا؟ هذا يقول وقف الهجوم زيادة. فزنا والله، فزنا يا عيال. باقي واحد هنا، خل ضلا يدعسونه. طيب موت يا هو. والله اغتصبوه يا رجل مسكين، في واحد هنا هربان بعد. تحسوه طعنوه جالس قام مات مسكين يا اخي. هذا واحد ثاني يلا، ما ادري ليش ما راضي يخلص الجيم كله عشان السفينه الغبيه حقتهم ذي. ابوهم على ابو سلح. يلا كلكم علاه، روح. كل السفينه الغبيه ذي مأخر الجيم مأخر الدنيا، لكن اخيرا شكلهم بينزلون. مسوينا زحمه، مسوينا قروشه. يلا ننزل ننزل ننزل، ننتظركم هنا ننتظركم. هزنا بدري يا شيخ. والله سيف ريبلاي اي شيء، سيف عند باتل يا معلم. يلا
حس المقطع طول شوي. خسرنا 400 هم خسروا 1500 مساحنا ابوهم مسح 1500 والله واجدهم شوي بعد، لكن مسحناهم مسح بطريقة الغدرة. لو ما جيناهم غدرة طول باتل بس غدرناهم. انا كذا احب الغدرات، احب لف عليه، خصوصا هذول الخيال اللي معهم اسهم شكلي بجلس استخدمهم من جد، لانهم سريعين اقدر الف بهم من وراء المشاه او رمات الاسهم او شيء زي كذا، اجيبهم خلفهم خلاص وينتهي الجيم باذن الله. والله شيء نتعلم، نتعلم البثلات ذي نتعلم، ليش لا يعني، شو المانع، شيء حلو. لا اقوياء بعد، الزبدة ان عاد بحاول اخذ ذيك عاد واختم الحلقة عاد، ما ابي الحلقة تكون طويلة. اللي هي شو اسمه ذيك، ما ادري وش اسمه، ضيعت اسمه، لكن كذا اللي في شرق الجزيرة العربية في الشرق، هي اخر واحدة بيني وبينها حرب، بحاول امسحها عاد اخلص الحلقة. الحلقة هذه مدتها 10 دقائق، والله طويلة شوية، طولنا طول حقين السفينة والله اغبياء مستقمطين ما يبون ينزلون. ابوكم يسلك. كسل يا اخي، ملل، يستنتظر ساعة والله ملل. انمار اسمي، انمار جنرال، انمار والجنرال عندي هارون الرشيد، هذا هالرشيد يا السلوق، هذا هو الرشيد. شوانا هنا بلحته مربي دقن الزبدة، مسحناها الغبي. لا يونت 7% يونت، يلا المليون ان شاء الله يستر لا يرجعون علي. انا غلطان يا شيخ، اي بمسحهم شوي، بمسح ما هو بس سوي شيء بيلي اخذ ذيك واختم عاد، بمسحهم خلف الكواليس او اذا قدرت امسحهم القى ذي عاد، احس اني مسخت امه عاد بدل المعارك. فايش بسوي هنا؟ طيب هذا خلاص، هو جيشه حلو حلو حلو، بيكونوا مدمجين لكن راح نخاطر عادي، ما هي مشكلة، اهم شي نوصلهم نص المسافة. الدور الثاني يكون قريبين عند المدينة ذي، لا ما عليهم خطر هنا. حلو، ابغالي جيش هنا يا باشا، الدخل عندي 3000 مش ولا بد. يلا طلع جيش. طيب هذولا ابغالي هذولا السيوف مرة قويين السيوف، يعني دقرون للوحدات اللي اي وحدة مثلا تجيني الزبدة في المدينة هذه. بدأوا يموتون، عندهم امراض، عندهم ما ادري ايش جوهم، بس انهم بدأوا ياكلون سلح. التورن جاي مديري باذن الله اوصل ذا هنا، التورن هذا مره معدوم انا يعني. ابو الشباب هذا خلص، اعطيها مهارات، بنعدي تورن يا باشا. يلا بس وحدات والله الأمانة، وحدات مرة حلوة جد، وحدات قوية بعكس المودات الثانية اللي جربتها، مودات خرا يا شيخ. وش هذي جد قوات سيئة يا رجل، درجة ما تصور انا، بس ان شاء الله نزل عنها حلقة اليومين ذي، بكرة بعده نزل عنها حلقة اقول لكم كيف، وش وضعه وش المداد هذه وش جوهم.